1, 2, 1, 2, 3, 4. أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفة جديدة. وصفة اليوم هي وصفة الكسكس على طريقة أمي بمناسبة عيد ميلادها. إذا هذه الطريقة اللي حبيت تقيد بها، نديروها باللحم تاع الرقبة. كما راكم تسمعوا الأجواء العائلية، يعني كاملة هنايا، يعني حندير كسكس على طريقة تاعها. باش نديروا هذا الكسكس، هنا حندير 2 كيلوغرام تاع كسكس، يعني العائلة كاملة متواجدة. نديروا 3 حبات بصل، هنايا اللحم تاع الرقبة كما راكم تشوفوا، الغنمي تاع الرقبة انا درت 4 قطع. هنايا 3 حبات قرعة الجزر اختياري، الوغ كما قلت هنا 3 حبات قرعة. بالنسبة للجزر هنا نديرو فقط للذوق. هنا نديرو حفلة كبيرة تاع اونفيرو اسيات تاع الحميصة نشمقة. ندوز مباشرة لطريقة التحضير. نبدا نقشر البصل كما راكم تشوفوا، قطع صغيرة. هنا قطعت البصل ديالي هاولي قطع صغيرة. هنايا نسيت ما كثرتش لي زيبيس، عندي في بحال القرفه، السمن والزيت. بون هنا فقط اللي حنوريكم من الكاكه اللي دارتها لها اختي كادو. كما راكم تشوفوا هذيك الكاكه اللي دارتها لها اختي كادو، انا بعدا نوريكم الكادو تاعي اللي درتو لها. هاي بالاضافه الى هذا، هاي ليك بعدا نوري لكم في الاخر. هاي ليك جويز انيفرسير مامو حفيظه. طريقة أمي كما قلت، هنا البصل تاعي درتو مباشرة. هنا نضيف القطع تاع اللحم تاعي كاملين كما قلت، اللحم تاع الرقبة هكذا. هنا نزيد ندير بيان سيغ الزيت والملح. بون هنا نزيد نضيف الزيت، حوالي 3 ملاعق هكا كبار تاع الزيت، ونزيد ملعقة كبيرة تاع السمن. بون هنا نزيد شويه سمن، مباشرة نضيف الملح هاوليك، ندير ملعقة كبيرة تاع الملح كيما راكم تشوفو هايليك هكذا شويه. بون هنا نخلط مليح، نخليهم يتقلاو لي مليح، ونشوفو هنا ماما راهي تدير الكسكس. انا ماشي غندير المراحل، كنت ديجا درتو من قبل، هايليك يتحل فيه بالطريقة ديالها، الله يبارك عليها ما شاء الله. كيما راكم تشوفو انا دارت كيلو ورطل فقط هاوليك، كيلو ورطل هايليك هايليك شكون طريقة كيفاش يتحل فيه. خليها تكمل تحلو، دوك زيد فورو دو فوا، هي تفورو التفويرة الأولى والثانية. أنا نخرج من نبدا المرقة تاعي ونعاود نعمل تاعي مع الجزر، نوريكم كيفاش نقطعهم ونعاود نعمل تاعي. هنا مباشرة ناخذ الماء ونمرق به كيما راكم تشوفو، هكذا نمرق بيان هكا حتى يتغطى الفم تاعي، ونزيد نضيف لي زيتيس. إذا كيما راكم تشوفو هنا ناخذ القرفة تاعي هايليك، ندير هكايا حوالي ملعقة صغيرة تاع القهوة هكا مكترش بزاف، ولا تاع لاتاي عفوا. نزيد ناخذ الفلفل الأسود كيما راكم تشوفو هايليك، ندير أيضا ملعقة تاع لاتاي مكترش بزاف أيضا هكذا. كيما قلتلكم أنا هنا ندير على طريقة أمي، ماما متحبش بزاف لي زيتيس هايليك. هنا نخلط مليح ونخلي اللحم تاعي يطيب. من جهة أخرى هنا كما راكم تشوفوا الطعم تاعي راني الفور، هنا راني قطعت الخضر بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا الجزر فقط للذوق، ماشي حن ماشي حن يعني يطلق الذوق في لاصوص. وهنا الحميصة حنضيفها مع الأخير مع القرعة تاعي. إذا نخلي اللحم تاعي يطيب كما قلت لكم، ونعاود هنا نغطيه بيان سيغ هايليك. يعني طريقة سهلة كما راكم تشوفوا، نغطيه ونتلاقاو فيما بعد كي يطيب اللحم تاعي نحي باش نزيد بعد حوالي 4 ساعة. هنا اللحم تاعي راهو قريب يطيب، هنا نزيد نخليه شوية. هنا كي نشوف اللحم تاعي راهو تخلو طياب، هنا نزيد ضفت الماء بعد ما ينشف لي شوية. هنا مباشرة ناخذ الجزر تاعي ونضيفه، أنا قلت الجزر هنا فقط للذوق، هنضيف الجزر تاعي نخليه يزيد يطيب معاه.
الوغ هنا ناخذ الجزر تاعي كما راكم تشوفوا. الوغ ندير كامل كمية تاع الجزر تاعي ونخليه يطيب مع الحم في تما الطياب ديالو كما قلت. باش تعاود لي القرعة مع اللخر في نحي الحم نحي الحم ونزيد نحي الجزر ولا طابلي ولا ما طابليش نخليه مع الكورجاس تاعي كما راكم تشوفوا لهنايا. هايلي نخلي الجزر يطيب لي مع الكم الطياب مع الحم حتى نشوف الجزر هنا طاب لي الحم اكيد يكون طاب. نعاود نصفي كلش تقعد لي غير المرقة وندير فيها الكورجات تاعي. اذا نخلي هيك الطياب في نجي واحدة اخرى كيما راكم تشوفوا هنايا الطعم تاعي راهو فار لا بروميير فوا. هاي ليك هنا بعد ما درتو كيما قلت لكم الام تاعي اللي درتو هنا نخلي هي روبوزي شويه ونزيدو نفوروه لا دوزيام فوا. هاي اللي كيما راكم تشوفوا هنا المراوي سخون هناكم استوس انا الام تاعي دير هاد الساشي باش يفرنها تمتم يعني نحب يتقيد بهاد لاستوس. من جهه اخرى ايضا هنا الحميصه المشمخه تاعي انا ما كنتش هدرت عليها هنا راهي مغليه من قبل بالماء والماء هنا مملوك ان تذوقوها تجي الذوق تاعها بنين معناتها سي بخير هي اللي خليتها مع الاخر يعني هذه الطريقه تاع امي يعني وريتها لكم مغليه في الماء والماء طايبه فريمون مليح كي نجي نرمي القرعه نضيفها راح في مقطع مباشره للحيه لكن من الحيه كامل كما كنت تشوفوا بعد ما نحيت اللحم هنايا ندير القرعه هاي ونخليها طيب كما كنتم تشوفوا هذا كما راكم تشوفوا الطبق تاعنا فيما بعد هنا مجاها طعمي فور لا دوزيام فوا كما راهي طيبه كما الحميصه هايلك بغيت تاخذ الدور تاع اللحم بيان سور هايلك الطبق تاعي تاع الكسكس جاهز صحن التقديم كما قلت على طريقة أمي وبهذا التزيين من طرف أختي يعني عندها قناة دليلة دايزاد. هايليك هاوليك تزيين بسيط وكما راكم تشوفوا هايليك لاصوص لهنا كيفاش جات من الداخل كما راكم تشوفوا. هايليك الجزر هذا قلت فقط للذوق يطلق الذوق هذا ما كان ما نسقوش به ما نزينوش في الطبق بصح يمدلنا ذوق رائع. اذا اعزائي المشاهدين هذا هو الطبق تاع اليوم قلت بمناسبه عيد ميلاد امي نتمنى لها عيد ميلاد سعيد ان شاء الله العقوبه كما يقول لك 100 سنه. اذا بهذه الصور الجميله نخليكم ونقول لكم اذا عجبتكم هذه الطريقه تاع امي في تحضير هذا الطبق ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومونتير وفي الاخير مقابله نقول لكم الى اللقاء. كما تشوفوا هذيك الاجواء تاع لانيفرسير هاي ليك هنا واش وجدنا في لا طابل كما راكم تشوفوا هذيك لا طابل خافي. خافي. ماما.